يمكن انا احب برضو ادي لمحه كده للمشاهد عن الكاتب والاعلامي الكويتي ماضي الخميس، اللي هو تحس يعني احنا اول مره اتقابلنا كنا في هلا فبراير سنه 2000، صحيح. وتحس دائما في هذا الرجل المحترم والصديق العزيز انه قلبه مقسوم ما بين مصر والكويت وعقله وروحه. وبالمناسبه في كثير من ابناء القاهره في وسط البلد تحديدا ما يعرفوش ان الاستاذ ماضي كويتي، بيتعاملوا معاه باعتباره رجل مصري، ما يعرفوش خالص عشان بيتكلم مصري احسن مني يعني. بالعكس والله شيء نفتخر. انا اقول لك يعني يعني مصر بالنسبه لي لها افضال كثيره على المستوى الشخصي، من تعليم، من رياده، من تعليم، مو بس التعليم في الشهادات اللي اخذتها، التعليم حتى في فنون الحياه المختلفه، التعليم في الصحافه، وانت تعلم انا عملت في الصحافه المصريه وتاهلت في الصحافه وفي الاعلام المصري، ولي صداقات مع اغلب يعني المجاميع الفكريه والثقافيه. مزبوط. وهذا شيء يعني يفيدني، وانا دائما اقول لابنائي ايضا يعني ان فضل هذه البلد ليس كونها جمالها وتستمتع في الجماليات، هنالك شيء اعمق، شيء في العمق المصري هو الملهم، هو اللي يعطيك هذه الطاقة الإيجابية. وشوف رغم ما مرت في مصر من ظروف، مو الآن في السنوات هذه، من 7000 سنة بالتأكيد كانت هناك أيام صعبة وأيام قاسية، ولكن هذه البلد تتجاوز كل تلك المحن وتخرج وتعود أكثر صلابة وأكثر شدة، مثل ما عشنا الآن. أنا أعتقد الآن يعني نعيش فترة ازدهار وفترة رخاء وفترة نمو في المستقبل. صدقني أنا مهتم جدا في فكرة الأجيال وفكرة التعليم وفكرة التنمية البشرية. وجدت هناك يعني وقاعد ألف يعني خاصة اليوم في الجامعات، وجدت هناك كثير من الطاقات الشبابية الحيوية الفاعلة اللي ما لها توجيه، يعني مش الدولة وجهته تعال، لا هو بنفسه قاعد ينمو مع هذا الحراك المتكامل. بالتأكيد لما أشوف أنا شاب وأشوف رئيس يعني أكبر دولة عربية يعمل يعقد ملتقى أو مؤتمر للشباب في السنة أكثر من مؤتمر ويحضر ويتحاور معاهم ويستمع، هذا أكيد يعطي دافع. فإن شاء الله يعني نتمنى كل الخير لمصر وقيادتها، وأرجع وأقول على تعزيز العلاقات الكويتية المصرية، هذه علاقات راسخة لا يعني لا تؤثر عليها أقاويل هنا ولا أفعال هناك، لا تؤثر عليها أي أمور جانبية، هي يعني ضاربة في عمق التاريخ. هنالك مودة ومحبة وتراحم بين الشعبين، هنالك تنسيق كبير بين القيادتين، وإن شاء الله يعني أنا أتوقع في الأيام المقبلة راح تشهد مزيد من التعاون. يعني أنا اطلعت على تقارير اقتصادية، أكيد حضراتكم شفتوا أكثر مني عن مستوى النمو في الدول العربية ومستوى النمو اللي حققته مصر في الفترة الأخيرة. وأنا قبل يومين قريت تقرير عن الدول التي شهدت نمو خلال فترة كورونا، جاءت مصر في رقم واحد في مستوى الدول العربية من الدول التي شهدت نمو خلال فترة كورونا للأغلب تراجع. فهذه كلها مؤشرات إيجابية نفتخر فيها حقيقة. فإن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح، وجميعا نفرح بكل أي نجاح يتحقق.